لمزيد من التفاصيل حول تطورات المشهد الليبي ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي نزار كريكش. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. في البداية، كيف تقيمون الموقف الأممي مما يجري في ليبيا، لا سيما بعد مغادرة البعثة الأممية لطرابلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أظن أن موقف البعثة يعني لم يرتقي للمشهد ولم يدرك أبعاده، لأنه هو ساوى بين المعتدي والجاني والمجني عليه، فبالتالي أصبح يحاول أن يستعمل لغة دبلوماسية هي إغراء لحفتر بالاستمرار أكثر من كونها حازم يوقفه عن فعله المشين تجاه أهله وبلده في طرابلس. فأظن أن الموقف في البعثة أغرى كثيرا حفتر بالموقف الهزيل، يعني كل ما الإنسان من أمن العقوبة يعني يستمر في أفعال المشينة كما فعل حفتر. فأظن الموقف في البعثة يفتقد للحكمة، واقع تحت ضغط دولي كبير، هناك حتى إعطاء لحفتر بعض المبررات. على سبيل المثال، قبل أيام من الغزو على طرابلس، كان السيد غسان سلامة يتحدث في قناة الجزيرة ويتحدث عن الفساد المستشري في السياسيين الليبيين. هذه السردية، هذه الرواية هي التي تنشرها كل القنوات التي تبرر الحرب على طرابلس، بمعنى أن طرابلس منتشر فيها الفساد ومنتشر فيها النهب، وبالتالي لازم هو أصبح يقول حفتر من غزو هذه المنطقة. إذن سواء كان ذلك عن قصد أو عن جهل، أظن أن هذا أعطى مبرر لحفتر بالاستمرار. كذلك الخطاب اللين السهل مع إنسان شديد يريد أن يستعمل القوة، يجب كل ذلك أغرى، على وتن على المعلومات الواردة بأن هناك إشارة خفية ظهرت من السعودية، يمكن حتى تكون على سبيل المجاملة، ولكن حفتر فهم منها أنه هو يمكن أن يقوم بكل شيء وأن المجتمع الدولي سيتغاضى عن فعله. في هذه النقطة، بالحديث عن المجتمع الدولي، كان هناك منع روسي لصدور بيان أممي لوقف هجوم قوات حفتر على طرابلس، كيف تفسرون هذا الموقف الروسي؟ طبعا روسيا، يعني لو تابعنا موقف روسيا كان في البداية حديث منسجم مع المجتمع الدولي، ثم بعد ذلك لما كان فيه ارتقاء لنبرة الخطاب ضد حفتر تراجعت قليلا وأصبحت تحاول أن تحدث توازن بما يميزها عن الآخر. أظن أن روسيا وفرنسا ومحور السعودية والإمارات يحاول أن ينسجم بالحد الأدنى مع المجتمع الدولي ويبقي لنفسه مساحات للحركة، لأنه في الواقع هو داعم لحفتر ويرى بضرورة وجود حكام مستبدين نظام أوتقراطي في المنطقة. فهو في المنهج في الرؤية العامة يرى بأن حفتر مناسب لحكم ليبيا، ولكن طبعا لا يريد هذا أن يظهر بمظهر المخالف للإجماع في مجلس الأمن. فهناك نوع من ما يسمى في العلاقات الدولية النفاق المنظم، نفاق منظم من هذه الدول سواء فرنسا سواء روسيا، هي مخابراتيا وفي الخفاء تقدم الدعم لحفتر يعني، ولكن في الظاهر تحاول أن تكون مع الوفاق ومع التوافق بين الليبيين. لكن طبعا ساحة المعركة أثبتت ضعف قوات حفتر وعدم قدراتها لا اللوجستية ولا القدرات العسكرية حتى لجنودها على الأرض، وبالتالي الكل أصبح يقدم رجل ويؤخر رجل ويغير مواقفه، فهذا دليل على أن الكل ينتظر نتائج المعركة. الآن أصبح في حديث عن المفاوضات وعن تهدئة، لأن الكل عرف بأن قوات مصراتة وقوات الجيش الليبي قوية بما يكفي لأن تهزم حفتر حتى عند المنطقة الشرقية. إلى أي مدى تظن أن الدعوات الأمريكية لقوات حفتر للوقف الفوري لهجومها على طرابلس ستلقى استجابة في ظل هذا الضعف الذي تحدثت عنه قبل قليل؟ نعم، هو في مواقف ثابتة لهذه الدول، يعني فرنسا داعمة لحفتر، لكن الولايات المتحدة لم تكن في يوم داعم حقيقي لحفتر، بمعنى أن قدمت له يعني أموال أو كذا، وهي كانت دائما حذرة في التعامل مع حفتر نتيجة لأنها مواطن أمريكي، ونتيجة لأنه تعرف أنه أسير سابق، وتعرف بأن فيه إشكال في سلوك حفتر السياسي، فهي كانت دائما يعني حذرة في التعامل معه، وهذا ظهر في تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية التي ليس لها مصلحة كبيرة في ليبيا إلا أنها تخشى من العواقب السلبية لحرب في طرابلس، كما ذكر تقرير كما ذكرت في الأخبار الآن أن ليبيا. الرئيس ترامب نفسه في ذاته حسب نيويورك تايمز يظن بأن أي مشكلة في ليبيا ستؤثر في أسعار النفط، وهذا سيؤثر طبعا في ملفات أخرى سواء ملف إيران سواء ملف
ملف فنزويلا، وامريكا ليست في وارد التنازل عن هذه الملفات المهمه والتي هي اهم من ليبيا بكثير. ففي حاله من السيمتري، عدم توافق في الاستراتيجيه العامه بين هذه الدول، هو الذي يجعل مواقفها متناقضه. لكن في الغالب الولايات المتحده هي الان تظن ستزداد ضغطها على حلفائها الاوروبيين لمنع هذه الحرب وعدم ومنع حفظ من التقدم الى الطرف. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي نزار كريكش، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.